ايوه بص، احنا راقبناهم من لحظه خروجهم من هنا ومحددين الاماكن اللي مخبيين فيها الفلوس. انا عايز الفلوس دي ترجع تاني. امرك يا بص. عايز الولاد دول يجوا راكعين علشان يطلبوا يشتغلوا معايا. اعتبره حصل يا بص. بنت يا دين، انت بتحبي ولا ايه؟ سرحانه في ايه؟ سرحانه في عمي وابن عمي. يا ترى بيعملوا ايه دلوقتي؟ خرب بيت عجل، لسه بتفكري فيهم؟ مش عمك ده اللي كان حجك؟ اللي رماكي حته لحمه طريه في مصر ما عرفش عنها اي حاجه؟ ولا بيسال عليك حتى بالتليفون؟ ما يولع بجاز وسخ. هموت هموت واشوف شكلهم عامل ازاي دلوقتي. عايز اعرف رد فعلهم ايه. نفسي تنسيهم يا دين، نسيهم زي ما نسيت اهلي في الصعيد عشان خاطر ما تفكرنيش. عن اذنك. ايوه ماجد، انت بتقول ايه؟ معقول الكلام ده؟ طب اقفل دلوقتي. يا نهار اسود، ازاي بس؟ ازاي؟ 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 الو الو، اي الو، اي فلوس انا وخالد اتسرقت. هو في ايه تاني؟ الو. طلعت. فلوسك ايه النظام؟ مرحبا بالشباب. انا كنت متاكد انكم هتيجوا تاني. الشباب يا بص عرفت غلطها خلاص وجايين يقولوا لك احنا اسفين يا ريس، احنا بجد اسفين يا ريس. عارف ان محدش ينفع يقول لبابا لا، محدش ينفع يقول لبابا لا. وحضرتك عرفتش الشباب بقى يا ريس، من هنا ورايح احنا رجالتك، رجالتك اللي تحت ايدك ووقت ما انت تؤمر يا ريس. اصل مفيش حد عاقل يرفض مليون جنيه. اسمع يا كبير، احنا لولا الحوجه الفلوس ما كناش جينا. احنا مش كده، احنا عايزين نفهم سيادتك يعني ان احنا ولاد اصول. السرقه مش بتجري في دمنا يعني. الملف ده فيه كل شيء عن تفاصيل العمليه ومكان اللوحه كمان. يلا وروني شطارتكم. رجالتك يا ريس، ولادك قبل اي حاجه يا ريس. عيل واطي ومنافق. شوف يا شاكر بيه،
انت ليك عندنا لوحه واحنا لينا عندك فلوس، هنجيب لك اللوحه هناخد الفلوس وده اخر الكلام. يلا بينا يا شباب. يلا. ما هو انا لازم اعرف انت وشله المقاطيع ده كنتوا بتقولوا ايه قبل ما ادخل عليكم. ما كناش بنقول حاجه. لا كنتوا بتقولوا. ايوه يا ست كنا بنقول، بس كلام مالكيش فيه. خلاص. لا ليا فيه يا عينيا، طالما تعرف عني كل حاجه يبقى ليا فيه. بقول لك يا سوسو، انا دماغي فيها اللي مكفيها، انزلي بقى من على ودني. شكلكوا كده بتتكلموا في فلوس، عاملين تدبروا وتخططوا، عاملين زي العصابات بتوع بره. لؤي انتوا بتسرقوا؟ بنسرق ايه يا بت؟ الله يخرب بيتك اسكتي. اقطع دراعي ده انكم بتسرقوا. بنسرق ايه؟ هتحبسينا شكلك. يا حبيبي ده انا مراتك، يعني ستر وغطى عليك. لو بتسرقوا قولي اهو، تدخلني معاك في مصلحه كويسه، اطلع لي برشين حلوين. مصلحه ايه بس؟ مصلحه ايه بس كده؟ طب نزلني هنا. انزلك فين يا بنت المجنونه انت؟ بقولك نزلني هنا، طالما بتخبي عليا يبقى ما ينفعش نعيش مع بعض يا عينيا. خلاص يا سوس اسكتي اسكتي. ايوه يا ستي بنسرق. ارتحتي بقى دلوقتي؟ انا رخرة كنت بقول كده، امال ايه مش بنسرق دي؟ هو احنا مش بنسرق بمعنى بنسرق يعني؟ امال ايه؟ بنحسن دخلنا. قلتلي. مبسوطة يا حبيبتي معايا؟ طبعا، بس انا عايزاك ترجع زي زمان. ماجد الرومانسي الحبوب حبيبتي. اه امال حبوب، حبوب قوي كمان. مش قصدي اللي في دماغك، انت بقالك فترة طويلة قوي ما قلتليش ولا كلمة حلوة. من بعد ما اتجوزنا حتى ما قلتليش كلمة بحبك. ايه يعني؟ مفيش أي كلمة ناعمة؟ في يا ستي كل حاجة، بس انت اعملي اللي أنا عايزه. اللي هو ايه؟ الواد هيثم، عايزك تقطعي علاقتك بيه، مش عايزك تكلميه في تليفونات، مش عايزك تتعاملي معاه، مش عايزك حتى تشتغلي معاه. اوكي، بس انا كمان عندي نفس الشرط. ايه؟ البت الجربوعه اللي اسمها نوره دي. بتضحك على ايه؟ جربوعه شكلها وحش، مش هترد على تليفوناتها، مش هتشوفها ومش هتشتغل معايا. حاضر يا ستي، لو ده طلبك يعني غيرانه. حاضر. إيه؟ يا سلام. غيرانه؟ غيران مين؟ دي جربوعه وشكلها وحش، انا ياسمينه. وبعدين كمان مش هتنتج لها الالبوم بتاعها. حاضر يا ستي، اموري. أنا ممكن أوافق إنك تنتج لأي حد، بس يا ماجد اختار، وأنت كمان تعرف تختار. اختار نجمة يعني زي ياسمينة كده. حلو كده تيرارارارارا. ليه حسن؟ لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا لؤي، اصحى يا حبيبي، التليفون بيرن. شو بيرن؟ اصحى يا لولو بدل ما أرد أنا. اصحى هرد على التليفون. اصحى يا حبيبي، ده تليفون البيت. الو يا مامي. لا يا حبيبتي، لا كنت نايم شويه. حاضر ماشي، هاجي. خلاص يا مامي هاجي، هقوم الم شويه هدوم كده واجيلك. خلاص يا مامي جاي، باي. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ سكر يا اخواتي، عسل. لؤي اللي باي باي يا مامي. ايوه يا مامي، جاي يا مامي حالا. انت رايح فين؟ اروح اقعد كام يوم كده عند مامي شويه. يا خيبتي على الراجل اللي مركون عليه. مالك يا بت فيه؟ يا لهوي، الله، انت ناوي تسيبني؟ اتركنتي، ما تعدلتي يا بعيده، مالك فيكي؟ اهدي شويه. انت حاسبني يا لؤي بعد ما تبت عن السكه الحرام؟ خلاص يا بنتي ما تخافيش، مش هتاخر عليك، كلها يومين اظبط فيهم شويه قرشينات. ولا عاجبك الكحراطه اللي احنا فيها دي؟ طب يا اخوي، اما اشوف اخره اليومين دول ايه. رايح فين يا طلعت؟ انت ناسي ان احنا هنروح لاخويا طلبه الاسم؟ مش رايح، روحي له انت. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ رايح فين يا واد؟ رايح الشغل، رايح اجيب لك المام يا ست الحسن. وهتسيبني اروح له لوحدي؟
وانا ليه حد غيرك يا اخويا والنبي تيجي معايا. يا زينه بقى يا زينه، وعهد الله يا زينه اخوكي حب الحبس، عاشق الزنزانه يا زينه، كل اسبوع يتحبس مرتين وانت دايره لي زي النحله وراه. روحي بقى يا حلوه بعسلك لاخوكي وسيبيني انا اجري ولا اكل عيش. اوعي يا زينه، اوعي روحي، اوعي حبيبتي، يلا سلام. ماشي يا طارق، ماشي. لؤي شيرة حبيبي. هاي ازيك شيرة؟ تمام حبيبي لؤي. مامي واخيرا اخيرا جيت بيتك. بيتي؟ اه طبعا، البيت اللي فيه مامي يبقى بيتك. ايه يا اخي، واحنا ما وحشناكش بقى ولا ايه؟ وحشتيني يا عسل انت يا سكر انت يا طعم. يلا كفايه كده دلع، تعالى خد شاور وانا هاكلك حته اكله. انت اللي عاملاها يا ماما؟ اه طبعا. يبقى كده اومليت ولد. تعال المكان هنا امان. اللي انت بتعملي ده؟ انت عايزه تضيعي نفسك؟ في ايه يا خالد؟ لو هضيع عشان بلدي مش مهم، اضيع. تقوم تقوم الطلبه انهم يخربوا البلد ويعملوا مظاهرات. ايه يا خالد؟ انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ مش عارف عن حد اسمه خالد سعيد و100 واحد زي خالد سعيد؟ البلد مليانه قمع ومليانه حاجات تودي في داهيه، احنا لازم نتغير، والتغيير ده مش هيجي الا بايدينا. وطي صوت. على النعمه كلامك بيعجبني بس مش واقعي. يعني احنا لا نغير الفساد بالمظاهرات والصوت العالي؟ يا خالد احنا في ايدينا نغير، ولازم نغير. البلد دي ممكن تبقى احسن بلد في الدنيا، ومش بس بالصوت العالي. انا خايف عليكي بس، وخايف على البلد. طلبة زينة. والنبي استنى، يا ربنا ينصرك. عامل ايه بس شوي؟ الحمد لله. انت اللي عامل ايه؟ انا زفت زفت الزفت يا زينة. ان شاء الله عدوينك يا اخويا، ما تقولش كده. انا شكلي هلبس اسود المره دي يا زينة. هتخرج منها بعون الله زي كل مره. اخرج منها ازاي؟ انا شكلي اتباعت، واللي باعني مين؟ البيج بوتس ده شكله هو اللي بيوزع عليا يا زينة. انا اتاكدت من الحكايه دي بجد وربنا. اه بس وحياه ديني ما هسيبه، وما هسيب اي حد اتامر عليا. اسمعي، الواد طلعت فين؟ ما جاش ليه؟ الله يسهل له بقى. ماشي ماشي يا طالع، خلي بالك من نفسك انت بس. خلي بالك من نفسك انت يا زينة. انا هشد لك محامي يا طالبة، وهجي لك على النيابة. ما تقلقش انا في ظهرك طالبة، هجي لك على النيابة يا طالبة. ما تقلقش، زينة اختك في ظهرك. وسايباني في الشارع من غير فلوس ولا مأوى. يا لؤي، ده مبرر عشان تسرقني؟ انا ما اسرقكيش، دي فلوسي، دي حاجتي وحاجه ابويا، فاهم ولا لا؟ باباك باباك، ما تلحق باباك يا حرامي يا حرامي. افرض انها حاجه باباك، افرض تيجي تطلبها مني حديهاك. اوعي من قدامي، اوعي من قدامي. جسمك انت وباباك يا حرامي. سيبيني، هات اللي في ايدك. سيبيني اخدها، هات اللي في ايدك. خديها خديها، مش عايز منكم حاجة. عايز تمشي امشي، بتهددني؟ انا برضك مش عايزاك في بيتي. انت محسنه انا بقولك كلها، خليني قاعد معاكي. في ايه يا مامي؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالي شوفي اخوك الحرامي في 60 داهية. الولد اللي يسرق امه ما يستاهلش خالص شفقة امه. استريحت؟ فتحتني قدام جوزي؟ احسن، خليه يعرفنا على حياتنا. لؤي يا حبيبي، لو عايز فلوس خد خد اللي انت عاوزه. خلي فلوسك معاك، انا مش حدش منك. مش كفايه اللي عملته فيا؟ وسع. ايه
حبيبتي انت بتعملي ايه؟ زي ما انت شايف بحضر هدومي عشان مسافر. مسافر فين؟ رايحه اليونان. طب ما قلتليش ليه عشان اجي شنطتي؟ مش هينفع تيجي معايا يا حبيبي. نعم، وانت رايحه تعملي ايه بالظبط؟ رايحه شغل. شغل ايه؟ ما انا جوزك يعني مدير اعمالك، يعني عارف كل شغلك. شغل ايه ده؟ لا ما مش هينفع تعرف كل حاجه عني. نعم، انت بتقولي ايه؟ بص يا حبيبي، انا هتفق معاك على اتفاق جديد. لا انت تسالني رايحه فين ولا جايه منين، ولا انا هسالك انت رايح فين ولا جايه منين. دي لي يا روحي. جمعتكم النهارده عشان نتكلم في المرحله الجديده وازاي هنشتغل فيها. اول حاجه احنا هنقلل وجود الحشيش خالص في البلد وهنرفع سعره، والحاجه الثانيه بقى هننشر البودره ونقلل في سعرها، وده طبعا هيحتاج لحاجات كتيره هكلمكم عليها دلوقتي. اولها طبعا انا اسافر اجيب البودره من بره في الشنط بتاعتي. الراجل بتاعنا هيكون مستنيكي كالعاده في المطار ويسهل لك دخولك. ما تنسيش المرحلة اللي جاية دي هتسافري فيها كتير قوي. مارك هينسق مع الجماعة في اليونان عشان ما يأخروكيش. انتي عارفة توحشيني قد ايه. وانت كمان يا بص. وانت تكلم الجماعة في الداخلية وتقول لهم على كام زبطية حشيش كده عشان يتلهوا فيها. انا عايز البودرة والكوك والكيميكال يغطوا السوق كله. عايزين نشتغل يا جماعة. اكسلنت، فيري فيري اكسلنت مستر شيكر. اوكي، تقدر تتفضل دلوقتي. ياسمينة عايزك لو سمعتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. طيب يا ريس. دي شوية عصاير وسندوتشات ورز بلبن. يعني بصراحة أنا كنت نادر لما ربنا يكرمني كده بولد، يعني أعمل خير لأهل الله. وربنا رزقك بولد؟ لا، اتنين. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الحمد لله. أنت عندك عيال؟ أه الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. أنتوا عندكم يعني ليك زملاء جوه؟ أه ده في ثلاثة جوه. ثلاثة؟ طب أنا عايزك بقى توصل بيهم قوي، عايزك تاكلهم الرز بلبن ده بايدك. عينيا عشان ده انت عارف دي ده نادر يعني. كل سنه وانتم طيبين. امسك مبروك، ربنا يخليك عيالك. اسمك ايه؟ محمد. عاشت لسامع. عاشت لسامع محمد. ربنا يخليك. اتشرفت يا باشا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. هي دي اللوحه. ايوه هي دي يا عم، دي شبه لوحه زهره الارنبيه. يا عم هي دي، انتوا شفتوها معايا على النت. يا جدعان يا جدعان، اتاكدوا عشان مشوارنا ما يطلعش على فشوش. يا ماجد انا متاكد، انا متاكد ان اللوحه دي هي دي. طب يعني انت لسه، احنا لسه هنتاكد نسرقها؟ انا هكون حاطينها هنا لو مش هي. وطي صوتك. شاهد شاهد يا لؤي. شو هالحكاية؟
قلت فين؟ لسه ضرب النار. انت عملت ايه؟ انقذتك. انت مات؟ مات كيف؟ مات. يلا يهبط ازاي؟ يلا. واحنا معقول يا بص هندي العيال دول مليون جنيه بعد ما يجيبوا اللوحه؟ لا طبعا مش هنديهم حاجه. طب ما هما كده يا بص مش هيدوك اللوحه. مش مهم يجيب اللوحه ويشربوا ميتها. لا بقى انا محتاج افهم. طب انت ليه خليتهم من الاول يسرقوها يا بص؟ اللوحه دي اساسا مزيفه. معقول؟ ايوه معقول، بس في واحده تانيه زيها في امريكا صاحبها مش عارف يبيعها، لان كل ما يجي يبيعها يقولوا له دي مزيفه والاصليه موجوده في مصر. قلنا بقى احنا نسرق اللي في المتحف هنا. الله عليك يا بص، كل يوم بنتعلم منك الجديد. اتعلم يا اخويا اتعلم. يا جماعه احنا كوكلاء نيابه لازم يكون لينا دور في المظاهرات اللي هتحصل. احنا اكتر ناس عارفين ان في فساد في البلد ومش قادرين نعمل حاجه. الشعب هينزل للشارع بكل طوايفه واحنا لازم نكون موجودين معاه. ولازم يا جماعه نبقى ايد واحده وننزل كلنا في مسيره واحده لحسن الامن المركزي يضربونا ولا حاجه. ربنا يستر ويعديه على خير وما يحصلش عنف زي اللي بيحصل في تونس. غالي افتح يا بيت اهو، عندنا معاد على مشغلكم. بيك بس مش موجود، مسافر بره مصر. ازاي واحنا كنا مكلمينه من كام يوم اصلا؟ سيبوهم يا جدعان، انا بعرف اتصرف مع الاشكال دي. بقول لك يا سماره، الكلام ده تعمله في الصومال عندكم، وانت يا عضله لو على عضلات عندنا رجالتنا مرميه في الجيم للنهار، بس احنا جايين في مصلحه والباشا هو اللي عايزنا. لو عارف انكم ما دخلتوناش هيزعلكم. مش قال لكم سافر؟ يلا بقى من هنا ما تزقش شيط. بقول لك يلا تعال على خالد، بس تعال على اهدى بس، سيبك منه تعال. بعد يدك يا ناجي، جيتتي ملبش مش عارف قتلته كيف. يا ابني انت جاي تفضحنا هنا؟ مش عارف قتلته كيف. خلاص خلاص بقى قتل جوه. تعال تعال. ينفع كده؟ هنصغر بعض قدام الناس؟ ماشي، لما يجي الباشا اقول له طلع اتسأل خليه يكلمني، هتزعلوا عهد الله. اللي حصل ده يا ساده معزله امنيه. العيال اللي سرقوا الصوره لازم يتجابوا، العالم كله عرف بالخبر. هيقول علينا ايه؟ الداخليه نايمه على قدامها. يا معالي الباشا، كل البلاد بيحصل فيها سرقات وده شيء في الطبيعه البشريه. يتقاوم يا سياده اللواء، العيال دول لازم يجوا. اسمع يا شريف، انت المسؤول قدامي، تجيب العيال دول في اسرع وقت. حاضر يا فندم. مفهوم؟ تمام يا فندم. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا ست الكل. كلك لقمه بقى قبل ما تنزل الشغل. يا سلام يا سلام يا سلام. شفت حبل اللي مكتوب في الجورنال؟ بيقول لك لوحة أثرية ثمنها لا يقل عن 50 مليون جنيه اتسرقت من متحف في مصر. خبر أبيض، إمتى ده؟ إمبارح بالليل. وريني كده. دي القضية دي هتجينا نيابة الجيزة. أيوة، بس على فكرة اللوحة دي فعلاً اتسرقت، مش دلوقتي، أيام السبعينات. يعني إيه؟ أنا فاهمك يا حبيبي. زمان كانت طلعت إشاعة إن اللوحة دي اتسرقت واستبدلت بلوحة تانية مزيفة. الجماعة اللي في المتحف خافوا يبلغوا لأحسن يتحبسوا. الموضوع ده اتنشر والناس كلها عرفته. على فكرة بلدنا دي مفيش فيها سر يقعد أكتر من يومين اتنين. خبر أبيض، دول كاتبين إن الحرامية ما اتمسكوش. للدرجة دي الحراسة بتبقى ضعيفة على الأماكن الأثرية اللي زي دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دول كاتبين كمان ان عسكري ملوش اي ذنب اتقتل. الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم امواتنا كلها. شفت المصيبه اللي حصلت يا خالد؟ شفت موضوع اللوحه ده؟ مين في البلد ما يعرفش موضوع اللوحه؟ كل الجرايد والقنوات الفضائيه اتكلمت عليه. اتكلموا عن اللوحه وعن الطريقه العبقريه اللي سرقوا بيها اللوحه. عبقريه ايه يا ابني؟ دي كارثه قوميه. ما كل يوم بتتسرق حته اثار. اشمعنى يعني جم على اللوحه وقعدوا يتكلموا ويعيدوا ويزيدوا؟ ده مال قومي يا خالد، ده مال الشعب ده كله. ايش عرف؟ ما يمكن يعني اللي سرقوا اللوحه دول بيتبرعوا للفقراء واليتامى، مش الفقراء واليتامى دول من الشعب؟
خدوا مال الشعب بفرجوه على الشعب. مش هي دي العداله الاجتماعيه اللي انت قلت لي عليها؟ انت فهمت كلامي كله غلط يا ابني. انا لما كنت بتكلم عن العداله في توزيع الثروات مش هو ده اللي قصده خالص. مش معناه ان الفقراء يروحوا يسرقوا من الاغنياء، دي مهما كان اسمها سرقه مخالفه للقانون ومخالفه لاي شريعه في كل الاديان. سنة سوف معنى كده ان انا كنت فاهم كل كلامك غلط. في ايه يا خالد؟ انت فيك حاجه غريبه شويه. ها؟ لا لا انا بس حزين على اللوحه زي كل الشعب ما حزين على اللوحه. يعني مفيش حاجه مخبيه عليا؟ لا والله. اصحى يا لولو، يا لولو اصحى يا روح الروح. بس اصحى بقى يا حبيبي يلا. ايه عايزه ايه؟ عاوزه فلوس. محفظه عندك؟ خدي منها اللي يكفيكي وسيبيني انام. لا ده انا عاوزه فلوس كتير لابويا. ايه يعني عايزه كام يعني؟ المسكين الغلبان محتاج يعمل حاجه كده اسمها دعامه، محتاج يعني كده هن بتاع 10,000 جنيه. 10,000 ايه؟ 3,000 جنيه مش فاكره بالظبط. ما انت عارف ان انا معيش فلوس، اجيب لك منين يعني؟ هي المصلحه بتاعت اللوحه دي ما تسلكتش؟ لا ما تسلكتش. طب يا حبيبي ما تزعلش نفسك قوي كده. طيب انا هقوم بقى اتكل على بيتنا لحسن اني مفروض خلصت ميعاد الشغل. ميعاد شغل ايه؟ يوه هو انا ما قلتلكش المفروض اني مفهماهم اني بشتغل ممرضه قد الدنيا في المستشفى. لا حكيمه يا بت، والله طلعت دماغ وانا ما اعرفش. ماشي طب قومي حضري الفطار وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. من عينيا يا روح الروح. جري شوية. استنى ارجع ورا شوية. اقف قدام الواد ده. ايوه بس حبيب قلبي وقعت ولا حدش سمع عليكم. اقفل. اطار في الواد يا فندم. عز المعرفة وحياتك. بقولك ايه، عايزك تجهز لي قوة حالا دلوقتي لحد ما اروح للست اللي هو عشان اخد اذن النيابة بالقبض عليهم. تمام يا فندم. اهدي يا فريدة، اهدي يا حبيبتي. مش معقول كده كل يوم دموع من ساعة ما جه لؤي. يا ريته ما جاش، يا ريتني ما خلفتوش اساسا. حرام عليكي ما تقولش كده، ده نعمة. وانا ربنا ما انعمش عليا بخلفة، كان نفسي بقى عندي ولا من صلبي. هيفيد بإيه؟ ها؟ لو ولد عاق زي ده هيفيد بإيه؟ بالعكس ده هيضر اهله وهيجيب لهم العار. قول لي يا فؤاد، هو احنا قصرنا معاه عشان يطلع كده؟ قول لي يا فؤاد. صراحه قصرته. الولد ده كانت كل طلباته مجابه واتدلع على اخر، ومع فلوس ما بتخلص ملهاش اخر، وفي نفس الوقت مفيش عين عليه تراقبه وتوجهه، يعني لازم يفسد. يعني من الاخر بقيت انا الغلطانه؟ مش قصدي، أنا قصدي إن الولاد في السن ده بيبقوا في مرحلة حرجة محتاجين لعين تراقبهم وتوجههم للصح.